طيب دخلت الجامعة الأمريكية، احكي لي بقى عن اختيارك لكلية الإعلام أو نزاع، يعني حضرتك اخترتها بناء على إيه؟ أنا أصلاً من صغري بحب المزيكا قوي، بحب أسمع مزيكا وكنت قدام العيلة كنت بحب أغني، كان صوتي بارز وكنت بحاول بخلال صوتي والميكروفون أن أنا أبرز حاجة زي كده. وكان أنا فاكر كان أول هدية عيد ميلادي ميكروفون، وكنت بعد أعمل تيست بصوتي كده عليه، فأنا قلت لأ أنا ليا يعني الكاميرا والميكروفون بالنسبة لي مكان أنا برتاح فيه. فمن خلال ده ابتديت واحدة واحدة اكتشف ان في حاجة اسمها اعلام، في حاجة اسمها ان انت ممكن تبقى ورا الكاميرا ومعاك ميكروفون وبتتكلم وبتحكي وبتأثر في الناس. فكل ده جه من هذا المنطلق، وبعدين هو اتنمى اكتر لما دخلت الهاي سكول اللي هو الثانوي يعني، وبعدين عملت تدريب عمل في راديو نايل اف ام، وده طبعا زود شغفي للإعلام بشكل عام، وان انا اقدر ادي واقدر ابقى ناجح في المجال. وبعدين من خلالها بقى دخلت الإعلام ونجحت فيه، وانا لحد دلوقتي يعني مبسوط بالخطوه دي عشان هي فعلا غيرت فيها حاجات كتير. حضرتك ما زلت بتقدم برنامج على نايل اف ام؟ لا لا، ولا ده كان فتره تدريب؟ بس كان فتره تدريب، ممكن ارجع في المستقبل كخطوه، عشان انا اصلا بحس ان الاعلام حاجه جوايا يعني، هو شغف، ف يمكن ربنا يحطني في هذا المجال في الطريق العادي ان شاء الله. الاعلام بالنسبه لنا نداها بالظبط، بقى هي بتندهك وبتروح. أيوة. وما بتخفش منها ابدا. ايوه. طيب بعد ما حضرتك اتخرجت احكي لي بقى على اول خطوه في حياتك العمليه. اول خطوه في حياتي العمليه اشتغلت 4 سنين في قطاع البترول في مجال الاعلام هناك في الشركه المصريه القابضه للبتروكيماويات. قعدت هناك 4 سنين طبعا عشان هي قطاع حكومي، انا ما حسيتش ان انا مرتاح قوي عشان شغلي بيبقى روتيني اكتر. فبعدها على طول جالي فرصه ان انا اشتغل في مدرسه دوليه اللي انا شغال فيها حاليا كمدير الانشطه، مدرسه روي للبريطانيه الدوليه. وحاسس ان انا فعلا بدي في المجتمع، مش بس ان انا بشتغل، لا انا بتعامل مع الطلبه، فبحس ان انا لا بأثر في كل طالب من الطلاب اللي موجودة في المدرسة، حتى من أصغرهم لأكبرهم، بحس إن أنا لا عندي تأثير بعمله في حياة الطالب. وأنا بالنسبة لي لو حتى أثرت في حياة شخص واحد بس، أنا بالنسبة لي كده أديت رسالتي في الحياة. تمام. طيب كلمنا حضرتك عن مؤسسة حلم اللي حضرتك سفير ليها. مؤسسة حلم مؤسسة هدفها دمج أشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري. بنشتغل في شقين أساسيين، بنشتغل في مجال العمل بشكل عام، وإن احنا ندي نخلي الأماكن المتاحة لدمج أشخاص ذوي الإعاقة. احنا مش مكتب توظيفي عشان الناس ما تتلخبطش، يعني احنا مش بندي شغل للأشخاص ذوي الإعاقة، احنا بندي للأشخاص ذوي الإعاقة المهارات اللي تأهلهم لسوق العمل. تمام. بحيث ان لما يبقى عندهم المهارات هم يقدروا يختاروا بالمهارات اللي عندهم المجال اللي هم يعني نفسهم فيه. انا مثلا عايز انمي قدرتي في الانجليزي مثلا، فهروح لمؤسسه حلم وهاخد كورس انجليزي مكثف يعلمني الانجليزي، بحيث لما اخش مجال العمل ابقى عندي الحته دي كاضافه ليا لما اجي يحصل منافسه بيني وبين اشخاص تانية في سوق العمل. تمام. ده ببساطه. غير كده مؤسسه حلم بتشتغل في الاتاحه. الاتاحه بمعنى ان احنا بنحاول نخلي مصر متاحه لدمج اشخاص ذوي الاعاقه في كافه مجالات الحياه، بمعنى برضو ان احنا مثلا عندنا مشروع رامبات، ان احنا بنعمل رامبات في كل الاماكن بحيث ان الكرسي المتحرك يقدر يطلع من على الرام وهو او هي يقدروا يعيشوا حياتهم زيهم زي اي حد. وبالنسبه مثلا للشخص الكفيف بنحط برايل في كذا مكان بحيث ان هو يقدر يتعامل زي اي حد. وعندنا برضو اللي هم الحاجات اللي بتتحط، الارشادات اللي بتتحط على الارض، بحيث الشخص اللي بيستخدم العصاية بتاعة المكفوفين يقدر يمشي من غير ما يحس ان هو هيخبط في حاجة
وهو يقدر يعتمد على نفسه في كل حاجة. الفكرة كلها إن إحنا عايزين نخلي الشخص اللي عنده إعاقة يحس إن هو لا أنا أقدر أتعامل زي أي حد، مش هحتاج مساعدة من حد. ده دور المؤسسة نفسها. ودور حضرتك إيه جوه المؤسسة؟ دوري جوه المؤسسة إن أنا بعرف المجتمع ككل إحنا بنعمل إيه؟ وإيه الجديد اللي إحنا بنعمله؟ وإيه الإضافات اللي إحنا ممكن نطور فيها بحيث إن إحنا نبقى مؤسسة متكاملة؟ حضرتك بقى بتوصل ده للناس عن طريق إيه؟ إيه القنوات الشرعية اللي حضرتك بتوصل فيها دورك أو بتوصل فيها فكر المؤسسة للناس؟ من خلال المؤتمرات اللي إحنا بنعملها. إحنا بنعمل كذا مؤتمر وبنكون متواجدين، والمؤتمرات دي بتبقى برعاية وزارة التضامن الاجتماعي وكذا وزارة تانية بتكون معانا، وبنكون موجودين ككيان جوه المؤتمر أو الحدث ده وأنا ببقى موجود كجزء من الفريق بعرف الناس اللي بره في الملتقى والمؤتمر احنا بنعمل ايه. ده اول جزء. تاني جزء من خلال الاعلام زي ما انا بعمل دلوقتي مع حضرتك، بعرف الناس من خلال التلفزيون او وسائل الاعلام احنا بالظبط بنعمل ايه ووصلنا لايه لحد دلوقتي وايه اللي احنا بنطور فيه. وطبعا زي ما قلت لحضرتك بناخد باراء الناس اللي ممكن تكون برضو في نفس المجال بحيث ان احنا كلنا يعني نفكر مع بعض زي ممكن نطور المجتمع ويبقى مدمج اكتر لدمج اشخاص ذوي الاعاقه. طيب.